بإشراف الموسيقار الكبير العالمي نصير شما وبدعم من نقابة فناني العراق وبيت المقام العراقي وبمشاركة فرقة فناني كركوك أقيم ملتقى كركوك للمقامات وبحضور عدد من كبار الموسيقيين ومحبي المقام. قدمت في هذه الجلسة مقامات باللغات الكردية والتركمانية والعربية أطربت الحضور وأكدت على أصالة المقامات في كركوك. طبعا حضورنا اليوم لملتقى كركوك للمقامات وهذه بادرة جيدة جدا، لأنه لابد لنا أن نعنى بجميع أنواع الفنون وخصوصا المقامات العراقية المتنوعة، وكركوك معروفة بتنوعها الإثني والفني أيضا، لأنه هنا في كركوك تجتمع جميع المقامات، يجتمع الجنوب بالشمال بالوسط بالفرات الأوسط بالمنطقة الغربية، فهذا الشيء مهم أن يسلط الضوء على هكذا فن للأسف بدأنا نفقد أجزاء منه، لكن هكذا ملتقيات تعيد القلق وتعيد البهجة لهكذا نوع من الفنون. ملتقى كركوك للمقامات دورة علي مردان، كما تعلمون أن كركوك معروف بال يعني غني بالمقامات وهو مولد المقامات العراقية، وخاصة في يتكي طالبانه، وعندما نقول كركوك يعني معناته علي مردان، علي مردان يعني معناته المقامات، يعني فهم لا يتجزؤون. وإحنا نشكر الأشخاص أو الشخصيات أو اللي ساعدونا أو مثلا على مود إنجاز هذا الملتقى، ونشكر الأخ الموسيقار نصير شما بتلبية دعوتنا مثل ما يقول كإشراف هذا الملتقى.